رح نبقى سوا لمواصلة هذه التغطية بكل تداعيات اليوم على المشهد الميداني على الأرض أو حتى على المشهد السياسي. زميلتي لارا الهاشم وأنا رح نرافقكم خلال هالساعة ساعة وشوية المقبلة. مساء الخير لارا. مساء الخير جورج، مساء الخير مساء دكتور الخير، أهلا تركي. وسهلا. أستاذ رفيق نصر الله، أهلا يعني وسهلا. أشهر من أن يعرف، العفو مدير المركز الدولي العفو، للإعلام والدراسات. تربية. مساء الخير. أهلا وسهلا. بدي أسألك، بحلقة سابقة مع جورج قلت إنه رح يكون حسان دياب هو رئيس صحيح الحكومة، واليوم في صحيح كتير عم بيسألوا كيف هبط اسم حسان دياب، فكيف كان عندك التصور؟ يعني رح أسأله لا عوضا عن زميلي خليك عشان ما أطلع أنا لعبد. أنا أول مرة كمان على الهوا، كنت على قناة الجديد بتذكر قبل وقت أزمة اللي كلفوا فيها تمام إسلام، وكانوا عم يبحثوا عن شخصية سنية في بيروت، فقلت أنا إني أنا أعرف شخص اللي هو كان وزير تربية، شخص أنا يعني جمعتني الصدفة بإحدى الدعوات وبعدين صرنا أصدقاء. يعني له عنده كل المميزات، ابن عائلة بيروتية، الأهم كمان ما حدا بيعرف أمه من أهم مدراء المدارس الرسمية بالتعليم الرسمي بالبلد، حتى إحدى المدارس في بيروت تحمل اسمه اسم أمه. فبالتالي والرجل أنه عنده كل المواصفات اللي بتأهله أنه يكون غيره. مرتين ثلاثة وقت رددت الاسم، وبهي الحلقة الأخيرة لأنه في مشكلة حطونا فيها الكل بالبلد، سواء الحريري ومن معه أو حتى الفريق الآخر، وكأنه في نضوب بالأسماء عند الطائفة السنية الكريمة. لا بالعكس، إذا بتجي أنت بالدوري حيكون في شخصيات كتير كبيرة، لكن هي القبضة اللي معمولة من قبل ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات، إلى جانب طبعا النوع الهيك الغرائزية والانفعالية المذهبية والطائفية بالبلد، بتخليك تحطي وكأنه لا في فلان وفلان وفلان، وشوفوا البلد يا هيك واما الفوضى. بس شئ انه طلع اسمه امبارح بالاعلام، بلشت تنتشر اخبار عن انه هو متورط بملفات فساد ولا وكان وزير متورط باي التربية. شيء وما عم دافع عنه انا، يعني ما يعني من زمان انا ما شفته. هلا مره اقوله قصه الكتاب شو هالكذبه الكبيره هذه، يعني انه طبع 70 مليون ليره. اي 70 مليون طبع ليره الكتاب. انا طابع 9 كتب لإلي، وبعرف انا افخم كتاب واصغر كتاب قديش بكلف. هلا هن يريدون من وراء خبريه الكتاب انه يقولوا انه الزلمه اخذ 70 مليون ليره. الرسول صلى الله عليه وسلم لو تنزلي مين مكان بظل اللي هو قائم بالبلد، بده هاي الميديا وهي الجيوش الالكترونيه المضاده بدها تفتح عليه وبدها تشيطنه، لانه المطلوب الشيطنه. وهلا بلشنا نعرف، يعني معلش صحيح انا هلا عم بقرا ردات الفعل ومحدوده غيره، بس هلا عرفنا مين اللي كان عم ينزل الناس على الشارع. مين الحريري؟ مين غير مين؟ وعم يرتكب اخطاء فوق الاخطاء اللي عم يرتكبها. مع انه كان في بيان واضح لتيار المستقبل. شو بدي بالبيانات؟ ما نحن بنعرف حالنا بنعرف بعضنا. شو بس اسمح لي، ما توتر. ما بدك بنزل بيانات. بس ما توتر الشارع كثير ليلا، يعني هيدا الواضح. بقول لك رغم محدوديه الامر وحينضب، يعني حينضب بس بيضل الحراك. انا عم بحكي عن ردات الفعل، يعني بده يذكرنا بمشهد نجيب مئات اللي راحت على بيته، واللي هلا على الكولا، واللي هلا على قصقص، واللي سكر وهلا حرقوا دوليب عم نعمي، واللي بالبقاع بعده عم يغلط بحق نفسه. هذا الشخص غريب غريب، كيف يعني مين المستشارين اللي عنده؟ هيدا اللي هلا عملوه عم بيسيء، وكانه يقيل للمريب تاخذوني انا اللي عم بعمل كل القصه. مفترض هو لو في ما كان لازم ولا اي رده فعل، خلي الحراك بيقرر بيطلع ما بيطلع بشو اللي بدهم يعملوه. حتى سمعت هلا انا، يمكن انتو او حدا تاني هلا كان نقل حدا من الحراك عاملين مقابلات، هلا سمعت على انه جاي انه لا ما عجبهم صحيح. ومش مينك انت هذا اللي عم يحكي، انت مينك لتقول انا ما عجبني فلان؟ كانوا عم بيقولوا بطل في شخصيات بيروتيه مين اللي تحديدا مين مثلا معشي. كمان في شغله يعني نحن بالبلد لانه سقطت منظومه القيم، وصرنا كل واحد فينا على هيدا فكر حاله اله هو صار، وهو انت مين؟ انت مين عم تقول هذا ما بيعجبني؟ اذا عم تقولوا بدكم تكنوقراط، هذا تكنوقراط. هلا ما بدي يكون بمحل انا اني كاني عم دافع عنه، انا صاحب الزلمه بس انه من زمان مش شايفه، بس انه عمليا او اني عم دافع عن السلطه. لا بس انت كمان عفوا، انت حضرتك مين؟ شو تاريخك النضالي؟ مينك انت لحتى تقولوا بدنا وما بدنا وبدنا نعمل وبدنا نسوي؟ هلا في نقطه تانية بهذا الموضوع، في نقطه تانية هن بيقولوا انه يريدون شخصا بعيد عن الطبقه السياسيه، وهذا شخص كان وزير، وانه اكثر من هيك هو مقرب من حزب الله وحركه امل، وهذا ماخذ. انا باكد لك لا احد يعرف، وانا متاكد 100% اليوم ولغايه امبارح بعد الظهر لا احد يعرف مين حسان دياب الا انه كان وزير تربيه سابق. هي اولا. اثنين، انتوا يمكن بعتقد مراسلتكم كانت راحت على بيته. ايه شو رايكم ببيته؟
بناية قديمة عادية بمنطقة وين الفساد؟ معلش ما برجع بقول ما بدي اكون انا عم دافع عنه للزلمه، شو سرق من وزاره التربيه؟ شو عمل؟ ركب كاميرات والله، ركب مش عارف والله، عمل له صفقه من هون والله، مرق صفقه كتب والله، شو عمل بوزاره التربيه الزلمه؟ معاشه ما اخذه من الجامعه وقت اللي شو اسمه؟ طيب وقت راع على الوزاره؟ استاذ رفيق، يعني اليوم شفنا على السي ان ان محطوط كان خبر انه حزب الله عم بيدعم الشخص اللي هو قد يكون رئيس حكومه لبنان، هذا شو بتقرا في هذا العنوان؟ هي حرب استباقيه على حسان دياب؟ لو بينزل مش حسان دياب، لو مين ما كان نزل، لانه بعده البلدوزر تبع المؤامره اللي موضوعه اللي بلشت ب 17 تشرين مع احتفاظي ببعض الحراك نضيف، بعدها ما انتهت. هلا بدهم هن يقولوا لك ايه ليش؟ لانه المطلوب، واحسن ما يرجع يقول لي ليش متشائم وانا حكيت مشان شهر اذار وغيره. المطلوب انه ينهار سقف البلد، يا بتنفذوا لنا شروطنا بالغاز وبموضوع النازحين الفلسطينيين وبموضوع توطين الفلسطينيين وبالمواضيع اللي وما بتخلوا حزب الله، يا اما حنطربق السماء عليكم. بينزل بينهار البلد، بيتأذى حزب الله، بتتوفر عناصر لحتى حزب الله ينوضع له حد وكذا وكل شيء، وهن بيرجعوا بيشيلوا البلد، بعدين بيكونوا حققوا اللي بدهم اياه. بدك تعطيهم بالغاز اللي هي 400 كيلومتر وشوي، بدنا في مواضيع خطيره جدا، بس ما في عندك ناس عندها عقل ما بدها تستوعب، هي عن سابق اصرار كعمي بدهم يوطنوا الفلسطينيين وبده يتعدل قرار 1701 وموضوع ودمج السوريين الى اجال محطوط حسب الشروط اللي بدهم اياها، منه جاي هال لحتى يتسمع على كذا. هلا طيب. هلا بدي اسمع منك ليش انا صرت مركز على كلمه ادار وانا ماني نسي لك اياها ابدا، بدي اعرف ليه ادار بس ادار بشغلتين. بس خلينا قبل حتى نحرر زميلتنا جويل بويونس اللي موجوده قدام بيت الرئيس المكلف حسان دياب، نروح لعندها سريعا. جويل، كيف الاجواء عندك؟ يبدو انه يلي كانوا متجمعين غادروا المكان. مثل ما عم تشوف جورج، فعلا يلي كانوا هنا على هذه الطريق امام منزل الرئيس المكلف حيث انا موجوده في تله الخياط غادروا فعلا هذه الطريق، هتفوا بعض الهتافات المؤيده لسعد الحريري واعترضوا على تسميه حسان دياب رئيس مكلف. يعني حاولنا ان نسال لما تعترضون على هذا الاسم؟ هو اخصائي، هو اكاديمي، قال لانه محسوب، هو منه مستقل. قلنا لهم انه هو على من محسوب؟ قال على الرئيس ميقاتي. قلنا له لم يسميه يعني الرئيس ميقاتي، لانه انا عم بحكي هالكلام لانه عم بسمع ضيفه، عم بسمع سؤالك للضيف عم بتقول له يقال محسوب على حزب الله وامل، يعني في منهم من بيشوفوه محسوب على حزب الله وامل، والمتظاهرون بيشوفوه محسوب على الرئيس ميقاتي، وهذا دليل انه فعلا هذا الرجل هو رجل مستقل. وقبل شوي سمعتكم عم تحكوا عن البنايه اللي ساكن فيها، انا ما عليه بدي فرجي بس بعدسه الزميل الياس صايغ، فعلا هي بنايه يعني جدا متواضعه هنا في تله الخياط، هيدي هي البنايه اللي عم تشوفوها بالصور. في الطابق السادس يقطن رئيس المكلف حسان دياب في، ولكن لم نتمكن بعد من الدخول إلى المنزل، يعني عم نحاول أكثر من مرة ولكن لم نتمكن بعد. أثناء وصوله إلى هنا إلى هذا المنزل فور انتهاء تصريحه من قصر بعبدة، حاولنا جاهدين أن نطرح عليه بعض الأسئلة، تمكننا يعني من طرح سؤالين، والسؤال الأهم يلي جاوب عليه هو سؤال للأو تي في، سألني هل ستكون حكومتكم هي حكومة مواجهة؟ قال أنه لن يكون هناك حكومة مواجهة بأي شكل من الأشكال، وهذا يؤشر جورج أنه ممكن يكون أن يشارك يرجع المستقبل في هذه الحكومة، لأنه معلوماتنا تقول أنه الثنائي الشيعي قد يدفع باتجاه أنه يغير رئيس سعد الحريري قراره بشأن مشاركة المستقبل، علما أنه وأيضا بحسب معلوماتنا كتلة المستقبل اللي تحدث باسمها النائب سمير الجسر كانت أبلغت بشكل واضح الرئيس عون اليوم صباحا أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة، ومصادرنا مصادر بيت الوسط تقول تعليقا على عدم المشاركة مش معقول أنه رئيس سعد الحريري اللي كان فيه يتكلف ولو بغض النظر عن عدد الأصوات أنه يطالب بحكومة اختصاصيين ويرجع يقبل يشارك بأي حكومة تكنو سياسية، ولكن
حتى هذه اللحظة مش معروف بعد ما إذا كانت الحكومة ستكون فعلا تكنو سياسية أو اختصاصيين. حاولنا أن نسأل الرئيس المكلف أنه رح نكون أمام اختصاصيين أو حكومة تكنو سياسية، يعني على هذا السؤال هو لم يجب. ولكن على السؤال الآخر كمان طرحنا أنه كان في المعترضون أو المتظاهرون، وبدي أقول هن داعمين لسعد الحريري، أتوا من الطريق الجديدة، ومش انه مش حراك، انه واضح انه داعمين للرئيس سعد الحريري. قلنا له وصلت، وايضا وصلوا معك المتظاهرون، ماذا تقول لهم؟ قال لهم انه يفترض انه ينعطى فرصه وكل الامور تعالج، علما انه بخطابه ببعبده كان واضح وشدد فيه على استماع لمطالب الحراك واكد مشاركه الحراك في هذه الحكومه. اما بالنسبه لموعد يعني الاستشارات التاليه، مثل ما قال ستكون نهار السبت، يفترض يعني أن تسرع الأمور غدا الجولة على رؤساء الحكومات السابقين. ولكن حتى هذه اللحظة جورج، أقول حتى هذه اللحظة لا مواعيد بعد محددة هنا أو جدول أعمال، جدول يعني لمواعيد الزيارات المتوقعة غدا لرؤساء الحكومات السابقين، لأنه يبدو أنه حسان دياب حتى هذه اللحظة يعني ما في بعد أي مستشار أو حتى أي حدا لحتى نسأله. يقولون أنه هو يقرر، وبعد ما في أي قرار في هذا الموضوع. إذا يمكن تلخيص المشهد، ما بعرف إذا بعد معي وقت لأحكي جورج. لا بدي أشكرك نظرا لضيق الوقت، لأنه نحن بلشنا مأخرين وبدنا نستفيد كمان الأستاذ رفيق حتى ما تكون فقرة كتير صغيرة. شكرا لك زميلي جوال بويونس مراسلتنا من أمام منزل حسان دياب. يعني اليوم وردتنا هلا معلومات انه سماع داوي قنبله الان وتاليها اطلاق رشقات ناريه في محيط باب التبانه، وهي القنبله الثالثه خلال دقائق في طرابلس، وعلى خلفيه موضوع الحكومه. هل انت متخوف انا اليوم؟ كنت دائما للاسف يعني مع محبتي وصداقاتي الكبيره، انا مع كثير من الشباب من يعني اعيان طرابلس، بس انا دائما بقول اي مشكل سيقع في لبنان سيبدا من طرابلس، لانه البيئه للاسف عم تلعب فيها الأجهزة. أنا بقولها بتهم على رأس السطح، جزء كبير من اللي شفناه نحن من الفترات السابقة من أول الحراك لهلا. شو بدك يعني، في فرق كبير بالحراك ما بين رياض الصلح وساحة الشهداء وطرابلس كمان، لأنه في أجهزة كانت عم تلعب ومعروف مين بيطلع مين على المنصة وشو اللي عم يصير. بس أنا خوفان من الأكثر فقرا، يعني لا هي لأنه أكثر فقرا تستطيع أنك تعبسي فيها. لانه للاسف يعني انت بتشوف طرابلس مأساة، بس هذا كلام خطير اللي عم تحكي. لا يعني انا خايف، لانه ارض الشمال فيها محاولات، بعد في عندك خلايا نائمه لداعش، في عندك اساسا كمان، لكن فيها قوى عائله ومتزنه ما بدها كل هالمشاكل. وانا بقعد معهم بقول لك هلا انا جاي لعندكم، قاعد انا وشخصيه طرابلسيه عضو مجلس بلديه طرابلس، قال لي نحن ما بدنا القصه كلها، يعني ما مش هالقد يعني حتى هلا اطلاق النار على بيت فيصل كرامي مثلا او غيره. انا اللي بدي كمله مش قصه اعذار. ليش اعذار؟ شو هو التاريخ والموعد اللي ضربته؟ اولا ان شاء الله يقطع ويقدر يكلف. يقدر يقلف. هلا بلش مشكله التكليف. في خوف قصدي التأليف. في عندنا هون خوف عم تسالك في خوف بمكان ما، اذا بعض القوى اللي متضررة ضلت عمالة تضغط عليه وعلى دار الفتوى وهون وهون، وأنه هو ما بيمثل السنة وغيره، قد يصل الأمر. لكن الواضح أنه حتى الآن هو الرجل ليك بكلمته، أنا حكيك كلغة جسد وأنا خبير فيها، كان واثق قادر، صوت واثق من نفسه، ما ترنح، فاجأ الجميع على كل حال. انا بعرف يعني قلت لك اذا اثنين حتى لغويا اثنين يعني لغويا اتقن للغه، مرة ثلاث اغلاط سريعه صلحها. مختار كلمات قصيره جدا معبره كثير بدلالتها، عمل بيان وزاري مختصر، واطلق رسائل كثير ممتازه باتجاه الحوار. ححاوركم وانا معكم، وانا سري من اول يوم عم تابعكم، وانتم اللي معكم حق، وانتم ايه هذا البلد، وانتم اللي لازم تاخذوا من هالسلطه. يعني واضح انه الزلمه منكشف عليهم، مستعد انه يحاورون، مستعد انه غير. انا اللي بدي اقوله المعلومات يعني خلال هالشهرين اللي جايين، قلت لك بعد المؤامره مكمله، يعني اذا ما اخذوا الامريكان وبعض العرب بعض اللي بدهم اياه، لا ممكن انه مثل ما حاصروا عهد الرئيس عمر من اوله، وانا كل مره برددها ما كان حدا يصدق من ثلاث سنين لهلا،
يا شباب في قرار عند بعض الدول العربية وعند الغرب فشلوا عهد الرئيس ميشيل عون، هو معه المقاومة، إذا خذ يا بتغير بتفك هذا الارتباط. وقيل هذا الكلام للوزير جبران باسيل، وقيل لشخصيات أخرى روحوا قولوا له هيك وإلا ما حنخليه يرتاح، وهذا اللي صار. وهلأ نفس القصة، هلأ نحن بهالشهرين اللي جايين إذا حصلت معجزة، ليك شو عم بوصفها، معجزة تنطلق من شخصية هذا الرجل اللي عنده إرادة وأودمته وقدر يشكل حكومة، وبلشنا ببعض الخطوات اللي بتعيد شوية ثقة بالوضع المالي، يعني إذا لقينا أنه أخذ نجح بالتأليف وراح أخذ الثقة وفورا حط بنود إصلاحية حقيقية وبلش بخطوات بقشط الدولار، مع قشطة الدولار بتبلش عوامل نفسية ممكن تساعد بعض اللبنانيين أو كل اللبنانيين على تقبل المرحلة. هذا بمعجزة عم بقول بمعجزة لأنه نحن واصلين محل عوض بسلامتك. كمان هون في شغله لازم حلك ليش حلك ليش كمان انا بقول لك، انا رغم صداقتي يعني ورغم كل شيء امبارح يعني لغايه امبارح ما حدا عنده مشروع. الزلمه اجى كلف حط لانه اكاديمي وزلمه مثقف منيح، حط شو ممكن يكون عناوين لحتى يقدر يطلع بالبلد بالتعاون مع كل القوى. وانا بقول لك كمان بين هلالين حيفاوض المستقبل وقد يقبل المستقبل بالمشاركة، هذا اللي قالته جمبلاط. وجمبلاط قد يقبل نعم، وقد تقبل بقية القوى إذا لقينا أنه في إطار ولقت بعض القوى أنه أوف هذا ممكن ينجح بيرجع مثل ما انقضوا على الحراك بيرجع بفوتوا بالحكومه. حتى القوات اللبنانيه حتى القوات نائب جورجين ايلاند الطريقه اللي تحصل فيها الامور اليوم لا توصل الى مكان، مشان هيك نحن ما سمينا نواف لغايه هلا. لاحظوا روحوا على كل المراحل السابقه، ياما دائما اللي بده يفوت على اي شغله بيعلي السقف او بيقولوا بيضرب بحجر كبير بعدين بصير يضرب بالنقايف، مثل ما علا وليد جنبلاط بنواف سليم ممكن طبعا يعني هلا هذا شرطه خلص لهون وصل. هلا بتشوف انت بعدين لما بتجي لعبه المصالح وبيجتمع مع الرئيس بري بيقنعه فلان كذا بتلاقيش الا فجاه مثل ما هلا نمنا فقنا نزل الاسم ما كان حدا عمال يحكي بالموضوع. انا اللي بدي اقوله اذا زمطنا بهول الشهرين وحصل انه الحراك ضبضب حاله بشكل انه بلش يلخص حاله وبلش يحكي مع السلطة، اذا بده يسميه سلطة، مع السلطة الجديدة اللي جاية بتعبر عنها هي الحكومة، وحينجاب من الحراك اثنين ثلاثة يفوتوا على الحكومة، ويكون ساعتها بنكون قلت لك بمعجزة انه طلعنا من هالدمار الهائل اللي احنا عمالي ماليا واقتصاديا وسياسيا نحن عمالي نعيشه، وكدنا ان نذهب الى الفلتين الامني. اما هيدا كمان بده ياخذ لاو او الازار، اما اذا فشلت الامور بازار هلا على راس السطح بقولها وبكره بنتذكر بعض يلا رح ما بيعود في مصاري لحتى لمعاشات القطاع العام. لهالدرجه؟ نعم اكثر من هالدرجه، ما بيعود في مصاري لا حتى للقطاع العام، وما حدا يطلع يقول لا 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 في مصاري ما تسدوا. ما كنا نطلع هون على هالتابلو بهون قديش كذا كنا نقول يا وحيصير لا 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 تطلع لك بيانات لقينا بلد مفلس وماخذين الودائع وحاطينها لبرا واللي هرب وطلعنا بالفيفوش. لذلك نحن امام منعطف صعب. طب اسمح لي بهذا المنعطف الصعب، ما بتشوف انه المواقف الدوليه او التحركات الدوليه والتطورات عم بتلين شويه؟ يعني مثلا في اتجاه لفتح سفاره سعوديه بسوريا بموضوع انا ماني معلق كثير والحوثيين انا ماني معلق كثير على القصه بعد إيه؟ بعد لحد هلا مع الحوثيين ما خلصت، بس يقال انه السعوديه اعطت للحوثيين ضمانات رح يكونوا موجودين بأي ترتيب. عم يتحركوا بعدها ما وصل لحال. الكلام اللي قاله القائم العمال الاماراتي بعتين سحبوا له القائم العمال الاماراتي هلا موجود بالامارات. انا بحكي الامور بصراحتها ما بدي اطبل لك اقول لك اندحر المشروع. طب على القليله بالكلام يلي عم ينسمع بهذا الاطار ما بعتبر انه في تهدئه بمكان بعد ما توفرت العناصر لرسم مسار للتوازن الاقليمي. بعدنا لحد هلا عم نضرب كتاف كلنا، ازمه لبنان وازمه العراق جزء هي جزء متقدم نحو الفوضى الكبيره اللي بدهم اياها. هلا هل اجى جاي او هو وصل؟ هو موجود هون سرا بكره هو يبلش زياراته، بس بده يبلش زياراته بده يبلش. اكل اول بوكس بوبي حسان دياب مش هيك؟ اكل بوكس هلا كانت ملفته انه حسان دياب اجى رئيس مكلف لا اجى هذا نائب رئيس الجامعه الامريكيه ما بيقدر يتفلسف كثير عليه. اجى
هلا الكل عم لك هذه حكومه الطرف الواحد. يا سيدي الطرف الواحد، يلا تفضل سمعنا. بده يقول له للرئيس بري 1 2 3، حيقول له الرئيس بري لك نقطه مي ما بتاخذه، روحوا بلطوا البحر، نحن انتم مالوا هذا البحر قدامكم، اذا رجال مدوها. حيطلع انا بقول لك من هلا جمعه الجاي بخطاب للسيد حسن بعد ما تبين افق اذا في ثقه وكذا، حيقول لهم للامريكان اذا عم تفكرين انكم تاخذوا نقطه مي، الصواريخ الدقيقه ناطره، وهن بيعرفوا ذلك على فكره. انا ما عم بطلبوا، ما بدهم سلاح، بدهم صواريخ الدقيقه. يعني عم نرفع سقف التهديد. لا لما، لانه هو جايب تهديد. طيب بس ما هو جايب تهديد يتعامل مع السلطات اللبنانيه. لكن يعني الامريكان قد ما هن هبل ما بيعرفوا يتعاطوا مع هاي المنطقه. واكبر دليل، اكبر دليل اللي صار بالعراق بعد سقوط صدام حسين. يا خي انا بدي اقولها بهيك بالبساطه السياسيه، بديش اعمل حالي فزلك. لو امريكان اول ما نزلوا بالعراق ما حلوا الجيش العراقي، نظموا ودغري بنوا له شي 20 مستشفى وشي 20 30 جامعه، وبلشوا بالجسور والطرقات ومؤسسات وبلشوا غيره. لك مش كان الشعب العراقي كله عم بيحكي انجليزي هلا وصاروا مع امريكا؟ ما بيقدموا نموذج للشعوب، بالعكس هن بينحروها للشعوب. وهلا نحن ليش ما بنوثق بالامريكان؟ لانه اذا للجيش ما بدهم شي يسلحوه مشان اسرائيل، اذا ما بدك يكون عندك مقاومه مشان اسرائيل، ما بدك تحل قضيه اللاجئين الفلسطينيين مشان اسرائيل، ما بدك تحل قصه النازحين مشان ان شاء الله مفكرين جبران باسيل لانه والله بيستفز اكس وما بيستفز اكس وكلامه عشان هيك. لا لا حبيبي، لا لا، في محلين تجاوز فيهم الخط الاحمر عند الامريكاني. مسألة الذهاب إلى سوريا ومسألة النزوح، إنه أنا بدي حلها لأنه كان مبلغ لبنان أنتم بتتعاطوا مع النزوح خط أحمر. خط أحمر يوم أستاذ، لذلك دفع الثمن. اليوم الرئيس المكلف عم بيقول نحن مش فايتين على حكومة مواجهة. بس إيه منا مواجهة؟ الكلام اللي حضرتك لا لا منا مواجهة، منا مواجهة. الكلام اللي عم تفضل فيه حضرتك يعني نحن بعدنا مصرين نفوت ب طبعا منا مواجهة، بالعكس أنا حقلك من هلا. بس كيف بدنا حياخذ أربعة يا ثلاثة يا أربعة من أساتذة الجامعة الأمريكية أصدقائه، حدا منهم مالي بعتقد يعني أنا على بيت حسان دياب الرئيس المكلف. جوال صارت ببيت داخل عظيم فبالتالي حياخذوا من الحراك اثنين أو ثلاثة بعتقد، ويمكن بنت وتنتين حسب ما أساسا كان محضر أنه ياخذون. حياخذ ناس أكاديميين، ما حياخذ حدا مواجهة يعني ولا المطلوب. انا هلا بقول لك رفيد صلى الله، وانا انتمي لثقافه المقاومه، انا ضد انه حكومه مواجهه. طيب ولماذا عنده قرار؟ ليش؟ لانه انت بوضع اقتصادي منه مريح، انت بحواليك محيطك كله محاصرك، لا ما بدنا مواجهه. نحن اذا طلعنا من هيدا اللي نحن فيه وفتنا على بدايه حال، بنكون عاملين انتصار اهم من 2006، لانه المطلوب كنا ننزل على الشارع وندبح بعضنا، كان المطلوب الفوضى والعشوائيه والقتل وخطوط التماس والخطف وتفليسه البلد والعالم تجوع والعالم تصير تسرق وغيره. اذا نحن طلعنا منها وبلشنا نحط اجرنا على السكه ولو معوقه، بنكون عاملين انتصار حقيقي. بس عشان كيف رح نقدر نحن نواجه هالسياسه الامريكيه؟ نحن عم نوقف اكبر دوله. بدك تواجهي قبل هلا، واجهنا. بدك تواجهي وتستوعبي، وبدك سياسه السفنجي. لانه انت اذا عمهلك شوي شوي بالسياسه متصيتي هاي الامور ممكن نزبط منها. بس ما حدا طالب لك سر سيد حسن والرئيس والرئيس عون والكل 65 يوم قد صار له مستقيل 60 يوم، ما خلوا شيء ما قالوا له لهالزلمه يا اخي تعال انت شكل الحكومه، تعال حتى نشوف شو بدنا نعمل. يعني ما اجوا سقطوا مثل ما هلا حكى واحد سقطوا حسان دياب بالباراشوت. لا حبيبي، ما لغايه امبارح بالليل بعدهم عم بيقولوا له لسعد حسان دياب. حسان دياب صار معنا، يعني حسان دياب اول تصريح له عبر الاو تي في. ننتقل الى زميلي جوال بويونس بمنزل الرئيس المكلف حسان دياب. جوال يعني عملتيها وفتي على منزل حسان دياب. مدام تفضلي كمان. نعم مدام كمان دياب رح تكون معنا، تفضلي. جهد جهيد، يعني فعلا كان شوي عم يرتاح، هو لم يصد رح جرب كمان مدام، لم يصد الرئيس المكلف اي شخص او اي صحافي، حتى كانوا عم بيقولوا لنا المسؤولين الامن يعني انه روقوا شوي بس لانه في ضيوف واكيد رح تطلعوا. ثاقبت انه كلهم غادروا، بقيت انا مصره لحتى هذه اللحظه انه اقدر اطلع
وأخذ ولو حديث يعني حصري للأو تي في مع عقيلته بعد لحد هذه الساعة، بعد ما بعرف اسمه أنا هلأ، كلنا رح نتعرف عليها. وبما أنه الرئيس المكلف حكي بخطابه ببعبدة وصحح ليها قبل شوي، توجه لللبنانيات قبل اللبنانيين، رح بلش بعقيلته بالأسئلة. رح يكون سؤال بعيدا عن السياسة، كنت بتتوقعي اليوم يتكلف حسان دياب بكل صراحة؟ يعني بعرف أنه عنده حظوظ قوية، نعم بعرف أنه عنده حظوظ قوية. بتتوقعي له النجاح أو الفشل؟ لا بتوقع له النجاح، أنا صرنا مزوجين فوق 33 سنة وكانت حياته كلها من نجاح لآخر، بقى بتوقع له النجاح. المهم ما ناس تصطاد بالماء العكر وتعرق له مسيرته، مسيرة التأليف. شايفة بلشوا يصطادوا بالماء العكر؟ يعني متوقع شوية مناوشات بالأول، بس إن شاء الله يحتويها هو بحكمته بيحتويها. أنا وقدة وقدو أنا أكيد. شكرا لك، ما رح طول بقى عليك، بس إذا فينا نعطي الاسم الكامل لحتى الكل يتعرف على عقيلة الرئيس المكلف. نوار مولوي دياب. شرفنا إذن هيدا باختصار مع عقيلة الرئيس المكلف. سأنتقل إلى الرئيس المكلف حسان دياب يلي حاز اليوم على 69 صوت مثل ما بيت معلوم، وكان هذا السيناريو متوقع بعد ما تم الاتفاق نهائيا على هذا الاسم، وكان عم ينطرح فعلا بشكل بعيدا عن الإعلام كليا هذا الاسم. مبروك دولة الرئيس. شكرا لك دولة الرئيس. هلأ رسميا بخطابك ببعبدة شفنا أنك توجهت لللبنانيات قبل اللبنانيين، وكأنك عم بتركز على المرأة اللبنانية، وأيضا يعني كان في حصة للحراك بقلب هذا الخطاب، علما أنه في متظاهرين إجوا قدام منزلك ولقوك. ليش تقصدت تتوجه للحراك، وشو هي الرسالة اللي بدك تقولها مباشرة؟ طبعا نحن رح بيكون نقل عنا نقل نوعية بكتير من الأمور اللي رح نقوم فيها، لسيما أنه هلأ بكشف لك سر أنه رح إن شاء الله يكون في عدد كبير من اللبنانيات في مجلس الوزراء القادم إن شاء الله، وطبعا رح بيكونوا كلهم في اختصاصات المطلوبة لمعالجة كتير من الأمور يلي الكل بيعرفها. طبعا بالنسبة للحراك لما رجعت على البيت، بالنتيجة هول ناس موجوعين، هول ناس عم بيعانوا صلون سنوات ولسيما عقود، فبالتالي يعني المطلوب استيعاب هالوجع يعبروا عن أرائهم، وبالتالي واجباتنا نحن بالفعل نعالج. يعني نسبة الفقر بلبنان عم تزيد حسب ما بسمع بالإحصاءات 40-50%. الإنسان يلي بحاجة مش مثل يلي قاعد عم بينظر، فهالشريحة من المجتمع لا بد أنه تاخد أولوية. مهم جدا اللي قلته كمان أثناء دخولك، أنه لن نكون أمام حكومة مواجهة، هيدا اللي الكل كان خايف منه. أول شيء ستكون اختصاصيين أو تكنوسياسيين؟ هلأ أنا كاختصاصي بطبيعة الحال الهدف أنه تكون حكومة اختصاصيين، وبالتالي يعني سألت هذا السؤال بالقصر الجمهوري وطلبت أنه يعني يعطونا مهلة لحتى نقوم نحن. يعني اليوم الخميس بالليل، بكرة عندي الجولة، ونهار السبت رح نبلش بالاستشارات النيابية بمجلس النواب. ستحاول أن تشرك المستقبل في هذه الحكومة؟ سنشرك الكل، ولكن الكل بمعنى كل اللبنانيات واللبنانيين، والأحزاب المفروض يساندوا هذا العمل حتى بالفعل نوصل لأفضل مجلس وزراء لحلول مشاكل كل اللبنانيين. دولة الرئيس المكلف يعني اليوم عم ينقال انه حسان دياب مقرب كتير من الثنائي الشيعي، وهو رجل حزب الله والرئيس بري واكثر حزب الله. ومن ناحية تانية هناك بعض المتظاهرين يقولون انه لا، هو محسوب على الرئيس مئاتي، يعني مشان هيك مش رح نقبل. انت على من محسوب؟ انا ماني محسوب على حدا لهالسبب. انا بكلمتي قلت كمستقل
وبكشف لك سر هلا انه انا ما التقيت بحدا لا من حزب الله ولا من امل، لا بهاليومين ولا بهالاسبوعين ولا بهالشهرين من وقت. بس التقيت رئيس الجمهوريه؟ التقيت برئيس الجمهوريه لا، والتقيت بالرئيس الحريري كمان. كان متجاوب وقت رئيس. جدا جدا متجاوب. طب ليه ما سماك اذا هيك؟ بدك تسالي رئيس الحريري. سؤال يعني اخير، في اليوم كان في مصادر من دار الفتوى عم بتقول انه بعد ما طلب موعد ومش مزبوط انه نحن نرفض استقباله، متى ستزور دار الفتوى ومش ضروري تكون داعم لها؟ هيدا الكلام مش دقيق، لانه انا بلحظه وصولي على البيت من القصر كانت الاولويه مع امين عام مجلس الوزراء يلي كان موجود بعد فتره من ما وصلت على البيت، وقلت له أنه من أولوياتي أنه نزور سماحة المفتي، وبالفعل هيك رح بصير إن شاء الله غدا. وغدا بكرة معيد رؤساء الحكومات حتبلشوا من أي ساعة؟ الحقيقة مني أكيد، بس بعتقد رح ننطلق على الساعة 10 أو 10 وشوي من البيت. أخي السؤال ختامي، رح تقدر تألف سريعا ولا رح تعتذر بالآخر؟ لن أعتذر، ولكن سريعا اذا عم بتقيسي بفتره التاليف بالنسبه للحكومات السابقه اللي تمتد من 3-4 أشهر ل 11 شهر اكيد رح بكون سريع. في عالم عم تنتقد انه انجازات الرئيس المكلف هو 2 مغلفين ب 70 مليون، عندك اي تعليق لانه انتشر كثير على السوشيال ميديا؟ أتمنى أن يرجعوا للرد اللي عملته لتلفزيون الام تي في في 2014 يلي برد على هذا الموضوع. 70 مليون هن 12,000 دولار، وفي ذلك الوقت أنا وقفت راتبي خلال فترة تصريف الأعمال يلي بتساوي 10 أضعاف قيمة هذا الكتابين، واللي بده يعرف الإنجازات موجودة على الإنترنت. الكتاب الإنجازات ما في كتابين، في كتاب توثيقي في كل كلماتي، وفي كتاب الإنجازات. كتاب الإنجازات 1300 صفحة في كل الإنجازات اللي عملناها، فيلي بهمه الموضوع في يرجع ويشوف كل الإنجازات، وهن في منهم إنجازات لأول مرة بتاريخ لبنان في وزارة التعليم العالي. أسود جاهزة للحكومة لتكون سريعة ولا لا بعد؟ لا يعني حاولنا نوقع الرئيس المكلف بفخ ما إذا كان التأليف صار قبل التكليف، يبدو أنه فعلا عطانا بعض الأسرار. شكرا فعلا دولة الرئيس المكلف، وألف مبروك وبالتوفيق يا رب. أنا بقدر أطلق سراحك لأن بعرف عندك ضيوف وقاطعناك، نحن تفضل. أنا بس بدي أقول ختام الرسالة أنه عطانا فعلا بعض المعلومات المهمة، يبدو حكومة اختصاصيين المرأة ستشارك، وقال أنه أنا بس لكل اللبنانيين، مني لا أنتمي لحزب الله ولا حتى للرئيس مئاتي، وأكثر من ذلك استمعناهم كلهم في هذه الرسالة المباشرة من دارة الرئيس المكلف حسان دياب هنا في تلة الخياط. جورج يعني جوال شكرا لك، برجع بقول عملتيها وفتت لعند الرئيس المكلف، نطرت كثير بس مش الحال، شكرا لك يعطيك العافيه. استاذ رفيق بكره مفروض يعمل جولته على رؤساء الحكومات السابقين، ولكن رئيس الحريري او عفوا رئيس الميقاتي فل، واصلا رئيس الميقاتي واللي كان هو وزير بحكومته ما اعطى صوت، ولا هل كان يراهن على انه في حقلك؟ ليش؟ وانا سالته هذا السؤال للرئيس نجيب ميقاتي من حوالي 6 أيام، كنت سألته أنت كذا، قال لي أنا هلأ بهي الفترة ملتزم بالتنسيق الكامل مع الرئيس سعد الحريري. بعد كل هالعداوة بالسياسة ما في عداوة، في بتاخدي ضرورات البيئة لأنتهم بمثل البيئة السنية، عنده ظروف الرئيس نجيب ميقاتي بطرابلس، يمكن بالعالم العربي، يمكن أريها بطريقة غير هون مصلحته، فبالتالي وقال أنا إن شاء الله إذا صار في استشارة ما في، انا الجمعه بدي غادر برات لبنان، يعني ما انا استباقيه ثابت، لا 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 ثابت انه هيك. اما كموقف لكن هلا يمكن بعد شوي تلاقي اكثر الناس اللي اخذت مواقف وما سمتوا تكون هي جزء فاعل بالحكومه اذا فاتت وقته. بلبنان ما في اصطفافات
دائمة تتغير بالعكس مثل لعبة الدينامو حسب لعبة المصالح. اللفت قولي لا سوري بس لأنه قبل ما أنسيها الفكرة يعني كان جوال كانت عم بتقول هديك الساعة أنه تحت بيت الرئيس المكلف كان في أشخاص عم بمناصرين للرئيس الحالي وعم بيقولوا ما بدهم حسان دياب لأنه بدهم حكومة اختصاصيين. يعني كيف تقرأ هذا التناقض بين أنه لأنه معلش هلأ لغة الشارع الانفعالية كم شاب نزلوا 50-60 شاب راحوا ما حب يعرفوا بالسياسة هلأ ما هي حقيقة الأمور. يعني خلينا نقرأ شو قال الرجل بالأس الجمهور وهلأ هول الكلمات قدامكم. يعني أشار إلى مشاركة أوسع للمرأة اللبنانية. قال أنا ما بعرف حدا من حزب الله مش مجتمع فيه من كذا أنا ما يعني أنا مستقل عم يقدم نفسه هو عم بيقول للكل أنا حعمل حكومة اختصاصيين ولكن كمان يمكن تكون شوية تكنوقراطية مع إلى جانب شوية سياسية. يعني عرفتي كيف هون بتيجي بتلعب الثقة إذا كانت موجودة. هلأ لغة الشارع هاي نحن كلنا بنعرف وممكن أنت تحولي الشارع إذا بدك بكرة من إلى من محل إلى محل تاني. يعني منه مقياس لك قديش هلأ كل اللي شفتيه أنت بهالستين يوم بلحظات صخب وصلنا لمعارك واشتباكات وكذا وكان فيها إذا بدك الأجهزة تلعب بمحلات معينة فجأة بتلاقي هدئت الأمور هدئت وهلأ حتشوفوا مفاجآت كتيرة. هيدا لبنان رح نشوفها إيجابية أو سلبية على يعني إذا إن شاء الله هلأ عم يقولوا في ناس جايين من عكار في عنا مشاهد وصور إن شاء الله نقدر نلعبهم بعد شوي لبسطات نازلة من عكار. طيب هلأ أنا هون بدي أسأل وين القوى الأمنية تمنع وصولهم؟ طب مرة الماضية لما كان جاي موتوسيكلات جاي من الضاحية بدها تنزل تنضم للي صارت وقتها وقفون وعنده حاجز حاجز ضخم جدا وكان حيصير 100 قصة على الطيونة وعلى كذا ليش بدهم وقفون كمان مستديرة زحلة كمان هلا عم بيقول. طيب هون بقى أنا هون بسأل الأجهزة معلش خلينا نكون صريحين ما وقت تكتيكات هلا ما وقت لعب وهيدا الأمر بيسيء لواحد اسمه سعد الحريري هلا ما وقتها ومش هولي هن الحراك اللي اجوا من طرابلس مش هولي هن الحراك معروفة أسماءهم ووجوههم ومين بيجيبهم وقداش وكيف وكل شيء. حراك نظيف موجود تحت بالخيام هلأ اللي الناس اللي موجودة تحت خلي يسمعوا جيدا كلام هذا الرجل ويجتمعوا هي إذا عندهم هيئات تنسيق حقيقية ويحطوا شوفوا البلان اللي بدهم يحطوه لحتى إذا بدوا يقول لهم تفضلوا لأحكي معكم ولأختار منكم يقولوا له هي أجندتنا للتغيير بلبنان 1-2-3 قانون الانتخاب كذا إلغاء طائفية كذا مسألة الفساد كذا الأموال المنهوبة كذا كلها تسوى وبيأخذ وبيجي هو حكما في مين حيساعده بالخيارات لحتى يقدر يساعده. أما أنه ضلك أنت عم تخبط هون وتقطع طريق من هون هذه ما بتفيد بتكون أنت عم تتآمر على البلد صح وماشي بالمشروع المتأمرك صح لأنه غير هيك شوفي طيب على شيء أول فترة قالوا مجلس النواب لازم يعمل قرارات وكذا ونمهد للانتخابات مبكرة ما خلوه يجتمع لمجلس النواب مش هيك وشفنا المشاكل اللي صارت. طيب قطعوا الطرقات بجل الديب شو كان دايما لما تعمل معهم تعملوا معهم بدأ الاستشارات صح. الرئيس ما عم يلتفت علينا أنا لغاية بعد الظهر كان عندي رأي بين هلالين خفت بمكان ما لأني أنا بعرف كيف يفكر الرئيس ميشيل عون أنا خفت لحظة منه من حرصه على البلد أنه يرجع ما يأخذ بالاستشارات بس لما شاف هون اكتملت ليش؟ لأنه هو كمان ما بده أنه يصير في اشتباك هلأ يتمنى كان المستقبل يكون والكل لحتى يفوت بأول حكومة حقيقية رغم هاي الأزمة لحتى يشتغلوا فيها لكن يتعامل مع الوضع ولكن هالحكومة بتعتبر حضرتك أنه هي تتمتع بالميثاقية طالما أنه الكتلة الوازنة أسلمية برأيي الشخصي الميثاقية هي بالإرادة بالعمل مش بالطائفة أنا ضد الخيارات الطائفية أنا أساساً لأني أدعو إلى دولة مدنية ودولة علمانية وغيره مني مع الخيارات الطائفية الرئيس الحكومي السني وكذا أساساً أنا ضد هذا النظام بس هذا العرف وهذا هذا العرف اللي قتلنا وهذا العرف اللي وصلنا لهون وهذا العرف إذا ما لغيناه بإلغاء الطائفية السياسية وبقانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة لبنان دائرة واحدة بنرجع بنعمل هيك بنرجع بنفوت على حرب أهلية وكلما شتت الدنيا وصيفت بالمنطقة تجي لعنا لذلك لا نحن بدنا صار لازم نعمل حل وأنا برأيي هلأ أعطوا فرصة عندك بكرة استشارات والتنين ثلاثة أربعة خميس حي يعمل مروحة حكي مع الكل وبيبين الرجل وقال كلمة مهمة عجبتني أنا
قال ما حاستقيل، ما حاعتذر. لا انا اعتذر كمان، قال شيء اساسي، صلب صلب الموقف تبعه بقى. لك رجل اكاديمي مثل هذا ما بدي دافع عنه يعني، بس رجل اكاديمي زي حسان دياب، الدكتور حسان دياب زلمه منهجي يعني. بس كمان هون اسمح لي، قال شيء اساسي انه اتصل او التقى الرئيس عون ورئيس الحريري، وانه الرئيس الحريري كان جد ايجابي بالتعامل معه. هذا مؤشر كمان لانه ممكن نوصل لمرحله يصير فيها توافق وتفاهم مع الرئيس الحريري. بالسياسي بلبنان ما في مثبتات ابديه. يا ما كنا نشوف الشبيبة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كذا عم تنشر عرض بعضها، ونوصل لمرحلة جيوش إلكترونية كذا، بنقول على بكرة الصبح هننزل على الشارع حاملين بواريد، فجأة بزيارة لفلان فلان مش عارف مين. ما بس انه بتمشي الحال، بيعملوا تفاهمات كبيرة مع الشيء. حتى قبل 2006 مين كان يقدر يقول انه حصير في هيدا التفاهم الاستراتيجي؟ حزب الله والتيار الوطني الحر والتيار الوطني، والكل عم يدفع ثمن هذا الأمر، لكنه حفظ البلد بمحطات كبيرة من بيناتها العدوان الإسرائيلي الضخم بال2006، وحفظها لبعدين. تحب أحكي لك هالقصة عن الجنرال عون جيفري فيلتمان؟ تفضل. يلا سريعا، لأنه جيفري فيلتمان بحسين الحرب طلع على الرابي وقال له للرئيس عون شو عم تعمل أنت وحزب الله؟ قال له انا بحلف وهو لابناء بلدي ونحن بحاله حرب مع اسرائيل، اساسا نحن بحاله حرب مع. قال له لا، نحن زودنا اسرائيل بقنابل ذكيه وسوف نسحق حزب الله وسنفتح لهم كوريدور من هون لسوريا والعراق وجنوب حصير منطقه مشاعل القوى الدوليه. فوقف انت، تهكم عليه الرئيس عون، قال له انتم الامريكان كيف بتفكروا؟ خذها مني وتذكرني، حزب الله سينتصر بالحرب. لأنه قارب الاستراتيجية، وهذا اللي صار. أنا هذا اللي عمال أقوله، أنت هون بلبنان يعني هاي التفاهمات اللي كنا نشوف منها يا سيدي، بدأ من الاتفاق الرباعي على رغم كل المآسي اللي حصلت. كمان كانت تجي لحظات ما بدك حرب أهلية غير كم خطاب طلع السيد حسن من الحراك لهلا، شو كان عم يعمل؟ عم بيقول يا عمي تعالوا نحل البلد، ما بدنا قتال، لأنه بيعرف ممكن المقاومة تروح تنتصر بجنوب أفريقيا إذا بدك، بس إذا حصل أي احتكاك مذهبي بالبلد مقتلة. اثنين، البلد أنا هذا رأيي كمان، إذا ضل طائفي ضلينا بهذه الطريقة المقاومة ما بتحيا بالحضن الطائفي، بتحيا بدولة وطنية فيها عدالة اجتماعية، وهيك كل الأطراف بتحيا. أما أنه نضلنا على مزاج إكس ومن الناس وغيره، بدنا نقعد نكتب هلأ بعلم السياسي هذا المزاج اللي كان راكب عن سعد الحريك، أنا ما بعرف مين مستشارينه، كيف 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 يعني كيف ينصحوه هالزلمة، كيف يخلوه يتصرف، كيف هو عم يرتكب أخطاء كل ليلة، تاني ليلة لا، تالت ليلة، رابع ليلة لا. لك عمي ما في مستشارين عميقين، والده هو كان كانت رياح حواليه، هو كان عم يناور ولا كان متردد؟ لا كان نظرك. أنا برأيي كان واقع تحت هو أساسا شخصية مترددة، واقع تحت قبضة مجموعة مستشارين ما بعرف الله منين جايبون يعني. لا كيف تشبه كيف نادر الحريري يعني، معلش الرئيس الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري كانت مرحلته كتير قاسية، في غازي كنعان وفي رستم غزالي وفي ومئة قصة ومئة رواية وغيره، والمنطقة عم تغلي كل شيء، بس كان يعرف كيف يدور. وكان يعني أنا مرة يعني قلت على الصبح يكون عم يتروق مع شراك الساعة 8:30، يطلع بطيارته يوصل 2:30 3 على الرياض، غداء عند الملك فهد كان وقتها، يوصل يطير الساعة 4:30 5 إلى دمشق مجتمعا بالرئيس حافظ الأسد، عشية الساعة 11 عند السيد حسن الضاحي. هذا الرجل أنت بتشتغل معه، مع احترامي لسعد مش ما حدا يفتكره، بس أنه هذا الرجل يعرف كيف بعز دين وصلت انه استشهد الزمن. انا سريعا لانه بدنا نختم، بدي اسالك اخر سؤال. كمان كان في موقف حسان دياب من دار الفتوى، كمان موقف لافت وصار التواصل مع دار الفتوى بعكس كل ما يقال، حيروح بكره وبضوء ما سيقوله المفتي والدكتور حسان دياب، الرئيس حسان دياب بجنبه، حتعطيك اشارات كمان بتهدي الشارع اكثر. انا برايي ان شاء الله ما تدخل بعض الاجهزه سواء المحليه او غير المحليه وتروح تركب لنا شيء بالدم لحتى تفرفض كل الأمور، وإلا ما بدي أنا متفائل أقول لك أكثر، لكن أمامنا فرصة،
إن شاء الله تزبط مع هذا الرجل. طيب أستاذ، أنا كمان عندي سؤال لك أخير. رئيس الجمهورية كان أعطى أكثر من فرصة للرئيس الحريري، وآخر مرة كان أرجع فيها الاستشارات كان بناء على تمني من رئيس الحريري، واليوم كان بده حاسم. فهل ترى حضرتك أنه هيدا عن جد كتب فيها الرئيس الحريري نهايته السياسية كما يرى البعض؟ بمنظره هو طالع، قلت أنا هذا الرجل يمكن، بس بلبنان قلت لك ما بتستبعد شيء. لكن في شغلة كمان، أنه الرئيس ميشيل عون أعطى فرص قد ما بدك للآخر، وكان جدي، كان جدي، وكل الأفريقاء يعني هل بدل ما يقول، أو هو الأمريكان اللي كاتبين إنه حسان دياب جاي ليمثل حكومة حزب الله لغاية مبارح الساعة، أنا عم قلك أمتى، تنتين الظهر، كان بعده سعد الحريري هو اللي عم ينشغل عليه. بس بالنهاية بتعرفي ليش بحكيها، معلش، لأنه سعد الحريري عارف وكان متوهم، أو هو هذا المشروع أنه بهالشهرين بده يصير في دبكة أمنية كبيرة بالبلد ومجاعة وإفلاس بنوك وغيره، قال لك أنا ما بحملها، خلي يروحوا فيها، بيهبط كل شيء وبيأكلها قتل حزب الله بالأرض ببيئته، بيجي أنا المنقذ عند العرب وعند الأمريكان وبيجي أنا البطل. متوهم. إذا نجح وقطع المسافة الصعبة حسان دياب وفات وشكل حكومة وبدأ العمل، أنا بقول لك أنت عم تقترحيه بداية انهيار الحريرية السياسية بالبلد ومن إيده. طيب شو الفرق بين نواف سلام وحسان دياب مختصر؟ لا الفرق كبير. نواف سلام طالما بيعتبرون فرق كبير، فرق كبير، وحسان دياب هو يعمل في الجامعة الأمريكية وعنده علاقات مع الأمريكيين. طبعا هو حيكون هواء أمريكي، بس سريعا لأنه صرنا مضطرين، هواء أمريكي، بس نواف لا له مواقف. أنا كنت مستشار الخارجية بال 2000 يعني وقت حتى لغاية اسمه، وطلعت مرة بال 2006 واتخلقت ليه للنواف على الهواء، وعطيته رقم مرة فاكس إجا الساعة 5:15 من مين كان يتلقى الأوامر، مش من الخارجية كان يروح وقتها، لأنه كان له مواقف، معلش في البعض ما حدا يفتكر أنه حدا بينسى، منه موثوق عند قوة كثيرة في البلد مع احترام الشخصي له. هلا هو بمحكمة العدل الدولية والله يوفقه البلد، بس في فرق كبير ما بين هذا الشخص اللي من ناحية الكاريزما والحك والمواقف إلى جانب السي في تبعه، والآخرين مش بس، حتى أكثر من اللي كانوا مرشحين. مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات، يعني أنا بعرف كان بتحب يكون وقتنا شوي أطول، بس دي قلت له أنا أنا بدي ربع ساعة، أول ربع ساعة لسخن، قلت لي تعال دفيان، بس شفت شو حلو الحلقة عنا هيك بتقطع سلسلة. شكرا لك، جربنا أن فينا نعود لك، بس هذا بيتنا وأنا حاضر بأي وقت. شكرا لك. مشاهدينا رح نروح على فاصل إعلاني، بعد الفاصل عنا شق إنساني بحلقة اليوم.